هي النزاعات الحدودية بين الجزائر والمغرب؟ تشهد الجزائر والمغرب نزاعات حدودية تعود جذورها إلى فترة الاستعمار الفرنسي. النزاع الرئيسي يدور حول منطقة تندوف والصحراء الشرقية، وهي مناطق غنية بالموارد الطبيعية. في عام 1963 اندلعت حرب الرمال بين البلدين، حيث سعى المغرب إلى ضم أجزاء من الجزائر الغربية بدعوى أنها أراض مغربية تاريخياً. أسفرت الحرب عن مقتل المئات من الجنود من الجانبين، وانتهت بوساطة من منظمة الوحدة الأفريقية بوقف إطلاق النار. لا تزال الحدود بين البلدين مغلقة منذ عام 1994 بعد هجوم إرهابي في مراكش، حيث اتهم المغرب الجزائر بدعم الإرهابيين. هذا الإغلاق أثر بشكل كبير على التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، حيث كانت التجارة الثنائية تقدر بمليارات الدولارات سنوياً. على الرغم من جهود الوساطة الدولية، لا يزال التوتر قائماً بين الجزائر والمغرب، مما يعرقل التعاون الإقليمي ويؤثر على استقرار المنطقة بشكل عام. تسعى الدولتان إلى حل النزاع عبر الحوار، لكن الحلول الدائمة لم تحقق بعد.